الآن ننتقل إلى موضوع كريشوف لو إن فريكوينسي دومين. إن شاء الله بهذه المحاضرة والمحاضرات القادمة إن شاء الله نأخذ كل المواضيع اللي أخذناها بالدي سي اللي هي التوالي وتوازي كريشوف ماكسويل نودل، هذه كلها أخذناها بالدي سي، هذا راح نطبقها كلها وين بالأي سي. طبعا نفس مفهومات النظريات، يعني ذا توالي ذا توازي هو نفس الشيء، ماكو اختلاف، زين انه نفس المبدا، ولكن الاختلاف راح يصير وين؟ انه يظهر لي فريكوانسي، يظهر لي متسعه، تظهر لي ملف هنا، زين يعني نقدر نقول الاختلاف هيكون بالرياضيات فقط. زين بالبدايه خلي ببالنا انه لما ابدا احلل اي دائره كهربائيه بالاي سي لازم يكون الحل مالتي وين؟ بالفريكوانسي دومين، ما اقدر احلها بالتايم دومين. يعني شنو تايم دومين؟ هذا تايم دومين تظهر تي هنا، لازم احول لك فريكوانسي دومين، عرفنا بالمحاضرات السابقة كيف، يعني تظهر لي اوميجا، عفوا انا فريكوانسي دومين بعده لان تي عندي. زين يعني مثلا انا مثلا عندي الال، انا ما اقدر اقول 4 زائد هذا الال، لازم احوله لمن؟ احوله للاكس ال اللي يساوينا 2 باي اوميجا او اوميجا، واضح؟ هسه راح نشوف ان شاء الله وتتوضح الفكره لكم. الان نبدا بالكيرشوف لو، اخذنا احنا نعرف قانون كيرشوف للفولتيه وقانون كيرشوف للتيار، نستذكرهم. قانون كيرشوف للفولتيه يقول المجموع الجبري للفولتيه داخل لوب مغلق يساوي لي صفر، واضح؟ وقانون كيرشوف للتيار شي يقول؟ يقول المجموع الجبري للتيارات داخل لوب مغلق يساوي لي صفر، او المجموع او مجموع التيارات داخل النود يساوي المجموع التيارات الخارجية. الان مثلا عندي قانون كيرشوف الفولتيات هنا في 1 زائد في 2 للفي ان، يعني عدد غير محدد، يساوي لي صفر. اذا هاي اكتبها بالتايم دومين هصير بهاي الكيفية، لازم اقدر اكتبها بالفريكوانسي دومين، هذا هو الفريكوانسي دومين اللي هنا تحولت الى بولار او الى اكسبونيشال. هنا نسويها نفس الشيء، وطبعا بولار نفس الاكسبونيشال. طبعا هنا اقول لك مثلا قانون كيرشوف الفولتية انه مجموع الجبري للفولتيات تساوي لصفر، قانون كيرشوف للتيار هنا كيرشوف كيرنت لو انه مجموع التيارات داخل النود يساوي صفر، او مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارج. ننتقل الى impedance combination اللي هو التركيب مالت الامبيدنس، اللي يكون احنا نعرف شنو التركيب، انه توالي او توازي او يكون مختلط توالي وتوازي مجتمع. زين راح نبدي بال N series connected impedance، هنا راح اتعامل انا مع impedance. impedance اللي هي مثل ما ذكرنا اللي هي ال XL الرادة الحثية، ال XC الرادة السعوية، وال R. زين هنا مو بس عندي R، هنا عندي 3 عناصر. اذا هذا ربطت ان سيريز، اذا ربطناها عن سيريز، طبعا كلنا نعرف قانون التوالي انه يكون المجموع او بالبدايه امبيدنس كوفالنت ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا الفولتي على من على التيار، هذا قانون اوم. زين اذا اريد الكوفالنت مالتهم، طبعا هي كوفالنت نفسها التوتال، شو يساوي لي؟ الزت 1 زائد الزت 2 زائد الزت ان، تمام؟ هذا هو القانون احنا نعرفه. ما نتحدث عن الفولتية بالبداية، مجموع الفولتيات هو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفولتية الكلية. والتيار نار، التيار هو ثابت، كلنا نعرف التيار بالاي سي بالتوالي هو ثابت او متساوي. ننتقل مثلا اذا عندي زت 1 وزت 2 مربوطات على فولتية، مربوطات طبعا على التوالي،
عندي فولتي هنا أنا واحد، عندي فولتي اثنين. هنا شيء يذكرنا، يذكرنا بقانون كارين ديفايدر رول، أو عفوا فولتج ديفايدر رول اللي هو الفولتج ديفيجن، قانون تجزئة الفولتية. يعني على سبيل المثال اللي هو شي يقول لي مثلا أريد الفولتية الأولى، شو تساوي لي الفولتية الكلية في الزت اللي أريدها، أو الزت أنا اللي أريد الفولتية مالتها على من، على مجموع الزتات. زين، إذا أريد الفولتية الثانية أيضا الفولتية الكلية الزت 2 على من، على زت 1 زائد زت 2. واضح؟ طبعا نفسه أخذنا احنا هذا بالدي سي اللي احنا كنا شو نقول، نقول ار 2 ار 1 زائد ار 2. بس هنا شو تصير، تصير زت اللي هي زت شنو، كومبلكس نمبر. زين، ننتقل اذا كان عندي البارالل كونكتد امبيدنس. زين، اذا كان عندي ربط توازي، بالربط التوازي انه شنو، مجموع التيارات يساوي التيار الكلي بالنسبة للفولتية، الفولتية مساوية على كلهم اللي هي نفس فولتية المصدر. زين، الإكوفالنت إمبيدنس إن تكون معكوسة، واضح؟ اللي هي واحد على زد إكوفالنت. طبعا انتبه على هاي، ما أقدر أقول زد إكوفالنت يساوي لي مقلوبهم، لا، لازم واحد على زد إكوفالنت يساوي لي واحد على زد واحد زائد واحد على زد اثنين إلى زتين. يعني بالنسبة للأدمتنس اللي نعرفها الواي، أيضا أخذناها وين؟ أخذناها بالدي سي اللي قلنا إحنا شنو، مقلوب المقاومة. لأن شي يصير، هيصير مقلوب الزت، واضح؟ لأن بيتعامل مع زت، هيصير طبعا واي واحد زائد واي اثنين. ننتقل، هاي قلنا مثال انه، او هاي ذكرنا ايضا الكرنت ديفايدر رول او الكرنت ديفيجن، قانون تجزئة التيار. ايضا اخذنا اللي هو مثلا اذا اريد التيار الكلي شو يساوي لي، الزت بالمقاومة اللي او بالموانعة اللي ما اريدها على من، على مجموع الزتات في التيار الكلي. كذلك الاي 2 شو يساوي لي، الزت الثانية عفوا الاولى اللي ما اريدها على من، على الزت الاولى زائد الزت الثانية في الاي توتال. ننتقل الى دلتا ستار او ستار دلتا ترانسفورميشن، تحويل او الربط دلتا ستار، شو نحول من دلتا الى ستار او بالعكس من ستار الى دلتا. طبعا نفس القوانين، نفس بالضبط اللي اخذتوهم على شكل انه هنا كانت عندي بدل الزت شنو، كانت عندي R نفسها، ماكو اختلاف في القوانين هذه من التحويل من دلتا الى ستار، عفوا من ستار الى دلتا، هذه هي القوانين نفسها. انت احنا اخذناها شنو، اخذناها ك R، وهنا التحويل من دلتا الى ستار. طبعا اذا كان بالانس يعني مساويات قيمتهن، قيمة الزد كلها مساوية، نقدر نقول الزد دلتا إذا حول من الدلتا، عفوا يعني إذا حول من الستار هنا إلى دلتا، أقدر أضربها في ثلاثة. هنا أنا حول من الدلتا أقسمها على ثلاثة، واضح؟ طبعا إذا كانت بالانس يعني مساويات كليتين، قيمهم مساوية. شوف، بس رح ناخذ أمثلة ونشوف شنو الاختلاف اللي هيظهر عندنا كنظريات توالي توازي، نفس الشيء. شوف هسه على سبيل المثال عندنا هذه الدائرة، ايش ناطيني بيها؟ ناطيني 2 ملي فاراد و3 اوم، 10 ملي فاراد، 0.2 هنري و8 اوم. تمام، زين، شوف شو يريد هو، يريد فايند the input impedance. الانبوت امبيدنس هي نفسها التوتال امبيدنس. زين، واضح؟ assume that، افرض، assume for
the circuit operates at omega تساوينا 50 radian per second. تمام. بالبداية أنا إيش قلت؟ قلت أو خلني نجي نتكلم طبيعي، يعني صار عندي أنا شنو هاي الدائرة؟ هاي الدائرة ربط توالي وتوازي. زين؟ أنا إيش قلت بالأول محاضرة؟ قلت أنا يما أجي أشتغل لازم أحول الفريكونسي دومين. تمام؟ اللي لازم عندي هنا شنو؟ لازم كل القيم بالأوم. زين؟ هذني عندي بالفاراد. هاي سي. أنا شو أريد؟ أريد إكس سي. إذا أجي هنا أجي أقسم الإمبيدنس عندي زت واحد اللي هي شنو هي؟ هي كباسيتر. هذه هي بالمربع الأحمر، هي كباسيتر قيمتها 2 ملي فاراد. زين، إذا أجي على زت 2 اللي من إيش متكونة؟ متكونة من مقاومة ريزيستنس أو ريزيستر إن سيريز مربوط على التوالي ويا من؟ ويا ملف قيمته 10 ملي فاراد. أو عفوا ويا كباسيتر ويا متسعة. وعندي الزت الثالثة اللي هاي باللون البرتقالي اللي هي من شنو؟ من ملف ومقاومة. تمام؟ زين، أبدي أحولهم. قلنا المتسعة تذكرون بالمحاضرة السابقة أو الإكس إل مالتي أو الزت مالتي، خلينا نقول شو يساوي لنا؟ واحد على على جي أوميجا سي. زين، الأوميجا شقد قلنا؟ قلنا هو نعطينا 50. السي شقد؟ 2 طبعا ملي. الملي شقد؟ 10 سالب 3. أضربهم. زين، دائما السي خليها ببالي، دائما السي تطلع لي جي سالبة. هاي خليها ببالي، ليه جي سالبة؟ لأن الجي هذا قلنا إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة واحد على جي هو شو يساوي لي؟ يساوي لي سالب جي. واضح؟ زين، بالمقام يصعد لي فوق يصير سالب. اجي على الزت الثانية اللي هي قلنا شنو؟ قلنا من مقاومة وملف او متسعة، هذا ايضا نفس الشيء واجيب قيمتها تطلع على 3. شوف كومبلكس نمبر، طبعا هذا من كومبلكس نمبر زين لان بي جي، فشنو الريال مالته؟ الجزء الحقيقي مالته صفر. زين، نيجي على اكس سي عفوا الزت الثالثة اللي يمنا ايش متكونه؟ متكونه من مقاومه زائد جي اوميجا اف سي. يلا تصير 8، هذه هي 8 زائد جي اوميجا 50 في 0.2، هذه 0.2 تطلع لها. واضح؟ هاي اهم شيء احولهن ذني، هاي اول خطوه احولهن. هاي قبل ما اطلع اني المقاومه، يعني ما اطلع التوالي او توازي. زين، اذا انا حولتهم الى شنو؟ كلهم زت، فكلهم صار قيمهم شنو؟ بالاوم. واضح؟ اجي على التوتال امبيدنس شلون احسبها؟ نفسها ما اخذناها بالتوالي والتوازي. عندي هذه الزت الثالثه ويا الزت الثانيه شنو الربط؟ الربط توازي، ويا الزت الاولى توالي. اذا شوف الزت الثانيه ويا الزت الثالثة توازي، هاي الزت الثالثة وهاي الزت الثانية توازي ويا هاي توالي. واضح؟ هذي الزت الأولى تصير الزت الثانية ويا الزت الثالثة توازي. شلون توازي؟ نضربهم على مجموعهم، ضرب منو منو؟ هذي. زين، هذا الضرب هذا شوف. زين، هذا واضح. زين، هذه من جتي مجموعهم 3 زائد 8 11 ناقص 2 زائد 10 تصير 8 وبالزائد. زين، هذا شلون اطلع الناتج مالتها؟ هذا احولهم الى بولار. انه شنو البولر؟ بولر ار وشنو الزاوية؟ فاي او ثيتا. هذا هم ار ينضرب في زاوية، هاي اللي قلت لكم بالمحاضرة السابقة.
زين، ويطلع لي الناتج النهائي هو هذا. وهاي تبقى فقط رياضيات ضرب وجمع، واضح؟ طبعا هنا انا مو اضربهم، بعدين احول هذا الى بولار. زين لين قسمة عندي، ايش قلنا شو وقت انا احتاج احول الى بولار وشو وقت احتاج الى ركتانجولار؟ قلنا بالجمع والقسمة لازم ركتانجولار، بالضرب بالجمع والطرح ركتانجولار، بالقسمة والضرب لازم بولار، تمام؟ هذا هوم ورك اريد تحلوه، هذا الناتج معته. ننتقل الى مثال اخر، يقول لك ديترماين في اوت، وينها هذه في على الملف او في نوت بهذا الشكل. ايش عندي؟ ايضا عندي ملف ومتسعة ومقاومة، لازم احوله من الملف الفريكونسي دومين، لازم احوله من هذا الشكل. لما احول المقاومة تنزل نفسها، المتسعة شنية؟ هي واحد على جي اوميجا سي، يطلع الجهد سالب، قلت لكم شوفوا سالب دائما يطلع سالب. الملف هذا هو الملف، شو يساوي لنا؟ جي اوميجا ال. فاذا حولت الدائرة، شوف هذا الفريكونسي دومين، هذه مات الدائرة، تمام؟ ها طبعا الفولتية شلون احولها؟ هذه هي الفولتية، قلنا هذا شنو؟ هاي الأربعة، هاي الأربعة أوميجا، هاي الخمسة هي الزاوية سالب 15 عفوا، وهذا الآر 20، فش يصير 20 بزاوية سالب 15، هذا 20 بزاوية سالب 15، والأوميجا هي 4، تمام؟ زين، إذا أريد الفولتية، أسهل قانون إلى أطبق الفولتية انه اطلع الكرنت عفوا الفولتج ديفايدر رول، تمام؟ اللي هي الفولتج ديفايدر رول شو مسوي هو؟ كاتب الزت واحد مسميها، طبعا الفولتية اللي هنا هذي وهاي، كاتب الزت واحد هي شنية؟ هي هذا الآر، وزتو هي قال بارارب بين هذا وهذا، لان ذولا اثنيناتهم بارارب، بين الملف والمتسع هي بارارب، او بين اصارت ملف ومتسع صارت اكس ال و اكس سي اللي هي رادة سحاوية. زين هذه هي زت واحد، زين زتو سواهم بارارب، شلون ضربهم على ما على مجموعهم طلعت جاي 100، واضح؟ هسه اقدر اطبق الفولتج ديفايدر رول، زين؟ لان هو شو اعتبر؟ يعني اعتبر الدائرة متكونة من دائرة توالي، هذه هي البي نسميها 1، وهذه هي البي نوت، وهاي الفولتية الكلية، تمام؟ الفولتج ديفايدر رول هو مسميها في اس، يعني في سورس، شو يساوي لنا؟ في اس على من؟ الفولتية اللي اريدها، عفوا الزت اللي اريدها، هذه هي الزت اللي اريدها اللي هي جيمية، على من؟ على مجموع الممانعات. وراح تطلع لي الفولتية بسيطة. زين احول الملف للتايم دومين، شلون احوله للتايم دومين؟ هذا الار كوساين لازم، الاوميجا ايش قد؟ 4 تي، وهذه هي الزاوية نفس الاشارة، واضح؟ قلت لكم ما بي شيء، نفس اللي انتو اخذتوه بالدي سي، فقط الاختلاف وين؟ فقط بالرياضيات، خلينا نقول هيش الاختلاف فقط بالرياضيات، وانه لازم احول من التايم دومين الى الفريكونسي دومين.
هذا أيضا هومورك عليك تحلوه. ننتقل إلى إكزامبل آخر. رايد فايند ذا كرنت إن ذا سيركت. وين إز الكرنت هذا؟ رايد التيار الكلي. وين التيار يم المصدر؟ رايد التيار الكلي. أجيبوا على هاي الدائرة. أبسط حل هذه الدائرة إذا أوجد التيار الكلي مالتها، أوجد الموانع الكلية وأطبق قانون أوم. تمام؟ اللي التيار شي يساوي إنه الفولتي على الممانعة. إذا أوجد الممانعة الكلية مال هاي الدائرة كيف؟ أرجع على نفس ما أخذنا، أجي أصفر على هاي الدائرة وأشوف إنه هذه الممانعات. الربط أو الشكل مالتهم هو شنو؟ هو دلتا، واضح؟ أحولهم إلى ستار فتنحل الدائرة. فلنشوف هاي الدائرة شوف استوالها، حولهم إلى من؟ إلى ستار. تمام؟ فسهلة الدائرة. ليش؟ هذي وهذي كلهم توالي، هذا أيضا توالي، هذا اللي شي يصير توازي كلهم. تمام؟ ويا هاي توالي كلهم يصير توالي، واضح؟ خلينا نشوف. خلى الزت اي ان. وين الزت اي ان؟ نجي نشوفها هذه اللي اجي اذا اجي شكلها هنا شلون راح يصير؟ هذه هي الزت اي ان، التحويل مالتها وهذا اللي وين ارجع على القوانين مالت التحويل من دلتا لستار، واضح؟ حسب البي ان والزت سي ان. زين بعدها ايش قال؟ جاء على هذا الرسم بعد التحويل قال زد سي ان، هي ويا من توالي ويا من ويا هذا، هذه زد سي ان زائد 6 الماي. زين وش عندي؟ عندي زد بي ان، هذه زد بي ان ايضا توالي ويا من ويا هذا. زين طبعا توالي انتبه على هذه الاشارة سالم، مو اخليها موجب. زين ذني كلهن شي يصيرن توازي، ها هي التوازي وكلهن توالي، اذا حسبت اني توتر البيدات. اجي طلع التيار فورتي على من عزت وطلعت الثاني. هذا كل ما يخص هذه المحاضرة. قلنا الصعوبة او اريد تدربون نفسكم وين؟ تدربون على شغل الرياضيات، شلون اضرب واجمع الركتانجولار والبولار، واضح؟ وشكرا.